دعونا نذكر بالأسعار الفورية للعملات المشفرة التي عادت للارتفاعات من جديد. سعر البيتكوين على ارتفاع ب 13% في هذه الأثناء، وسعر العملة الواحدة عند 68625 دولارا. بالنسبة لسعر الإيثيريوم أيضا ارتفاع بأكثر من 3%، وسعر العملة عند 2727 دولارا. أما بالنسبة للريبل أيضا ارتفاع ب 17%، وسعر العملة عند 54 سنتا. إذن مشاهدينا، كانت هذه نظرة سريعة على أسعار العملات المشفرة.